سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا. جيد أن يكون بيننا حوار أخوي، نحن المؤمنين الموحدين من مسيحيين ومسلمين وأيضا من يهود ناطقين خصوصا بلساننا العربي. هنالك نصوص طبعا توراتية يعلق عليها بعض الناس، لنجدن هذه النصوص من أصلها العبري أولا في سفر التكوين الفصل الرابع قائين وهابيل. طبعا الإشارة إلى هذين الشقيقين أو الأخوين واردة في النص القرآني، أعتقد في سورة المائدة، ومن غير ذكر التقليد الإسلامي يسميهما قابيل وهابيل. إذن سورة المائدة 27 إلى 32 من غير ذكر الاسمين. لا حاجة لتكرار ما يقوله نص الكتاب المقدس. المختصر أن قايين قدم من ثمار الأرض، وهابيل قدم من الخراف. قبل الله، نظر الله إلى تقدمة هابيل ورفض تقدمة قايين. إذن لأول وهلة يبدو للقارئ السطحي أن ما من سبب لرفض الله هذا، أو قد يقول بعضهم إن الله رفض تقدمة قايين لأن الله كان يريد ذبائح ولم يكن يريد من ثمار الأرض، مع أنه على فكرة في العهد القديم كانت باكورة أو بواكير ثمار الأرض تقدم أيضا للرب. إذن كانت هنالك تقدمات وكانت هنالك ذبائح. فعلا لا يقول النص التوراتي هذا، بل بخلاف ذلك كله. أما النص القرآني فيقول أن السبب واضح حسب القرآن نفسه، أن هابيل غير مذكور الاسم طبعا قدم بتقوى. قبل أن أنطلق إلى أي شيء آخر يجدر بي أو بنا أن نعود إلى الكتاب المقدس نفسه لتفسير الكتاب المقدس. ففي الرسالة إلى العبرانيين، نعم في الرسالة إلى العبرانيين فصل 11 آية 4 نقرأ: بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد له أنه بار، فقد شهد الله لقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. يعني لا نريد هنا توفيقية بدون مؤاخذة رخيصة، ولكن القرآن يقول بتقوى، هذه الرسالة إلى العبرانيين تقول بإيمان، بالإيمان. اعترض أحدهم أنه لماذا تذهب إلى الرسالة إلى العبرانيين، نحن نريد، يعني المسألة عخاطرهم زي ما بقولوا بالعرب الدارج، نحن نريد برهانا من نص سفر التكوين نفسه. سنأتي إلى هذا البرهان وإلى هذا الدليل، ولكن بدون مؤاخذة مرة أخرى، نحن كمسيحيين نؤمن بالكتاب المقدس كاملا، نرى العهد الجديد مضمونا في القديم، ونرى العهد القديم مفسرا في الجديد كما يقول
عدد من آباء الكنيسة. إذن قبل يعني قبل أن نذهب إلى النص القرآني هنالك عندنا نص بل نصوص من الكتاب المقدس نفسه في عهده القديم. عندنا كتاب مقدس واحد في عهديه القديم والجديد. العهد القديم هو مرحلة طفولة الشعب العبري الروحاني، على فكرة هي طفولة موجودة حتى اليوم عند اليهود الرافضين للسيد المسيح. لليوم عندهم نفس عقلية الطفولة التي كانت مع الأسف في العهد القديم، أقول مع الأسف أنه لليوم عندهم عقلية تلك الطفولة. عهد القديم هو العهد القديم هو عهد النبوة، يعني التطلع إلى الكمال والإنجاز والتتميم الذي سيتم وتم في العهد الجديد. إذن خلينا نأخذ نصوصا أخرى من طالما نحن في العهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس واحد نفسه. اقتربتم من يسوع وسيط العهد الجديد من دم يرش، أي دم المسيح، كلامه أبلغ من كلام دم هابيل. إذن عهد جديد يقول لنا يجدد ما ورد في العهد القديم. دمي أحيخت صعقيم إلي من أدما، إن دماء أخيك تصرخ إلي من الأرض. بعد حين سنرى الموقف العبري الحخامي التلمودي الربابيني من هذا الجمع، دمي أحيخة دماء أخيك، وما جلبته مخيلة الربانيين الحخاميين التلموديين بسبب هذا الجمع بدل مفرد دم. في رسالة يوحنا الأولى فصل 3 آية 11 إلى 12 ثم 14 إلى 15، لا نقتدين بقايين، هذه هي العبرة، الذي كان من الشرير فذبح أخاه، ذبح شقيقه، ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله أي أعمال قايين كانت سيئة، في حين أن أعمال أخيه كانت أعمال بر. إذن الكراهية تقتل. ويكمل يوحنا الرسول الحبيب، ونحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا. طبعا ونزيد هنا، وننتقل من الحياة إلى الموت عندما نكرههم فنقتلهم كما فعل قايين. من لا يحب بقي رهن الموت، كل من أبغض أخاه فهو قاتل، وتعلمون أن ما من قاتل له الحياة الأبدية مقيمة فيه. يبدو أن المفسرين يعني عددا من المفسرين المسلمين يقول أن قايين قتل شقيقه هابيل حسدا مفعول لأجله، ولا أدري بصراحة إذا كان ذلك ورد نصا في النص القرآني. هذا على الأقل ما ورد في رسالة القديس إقليمندوس الروماني أو إقليموس بابا روما أسقف روما إلى أهل كورنثوس الفصل الرابع جملة 7، أرأيتم ما يفعله الحسد والغيرة؟ إنه يقود إلى جريمة قتل الأخ. قتل الأخ يعني قتل قايين لهابيل. طبعا الاعتراض غير وارد، يدل ربما على حسن النية ولكن أيضا على جهل، في الذي يقول كما سمعت أحدهم يقول يعني الله رفض ثمار الأرض لأنه يحب اللحم. طبعا ليس الاعتراض ليس سبب الرفض في سفر التكوين نفسه ولا في الرسالة إلى العبرانيين ولا في رسالة يوحنا الأولى، ليس السبب طبيعة التقدمة، يعني نوع ما قدمه أو قربه قايين أو هابيل. وعلى فكرة ورد في المزامير أن الله ليس شاربا ليس آكلا
لي للمواشي لحما ولا شاربا للتيوث أو للعجول دما. إذن لنوضحن بعض الأفكار خصوصا تلك التي لم تسنح لنا الفرصة بإيضاحها. هنالك أيضا من يعترض. إذن نعود إلى نص سفر التكوين. سفر التكوين قدم هابيل أيضا شيئا من أبكار غنمه. نظر الرب إلى هابيل وتقدمته وإلى قايين وتقدمته لم ينظر. هكذا اعتباطا؟ لا. قال الرب لقايين: لما غضبت ولما أطرقت رأسك؟ بالعبري نفلو فنيخا، نفلو فنيخا. فإنك إن أحسنت أفلا ترفع، أي أفلا ترفع الرأس، وإن لم تحسن فها إن الخطيئة رابضة عند الباب، إليك تنقاد أشواقها فعليك أن تسودها. ماذا نستنتج من هذه الآية الخامسة، عفوا الآية السادسة؟ نستنتج أن هابيل، أن قايين عفوا لم يحسن، لم يحسن في سيرته، لم يحسن حتى وهو يقدم تقدمته. سمح للخطيئة أن تدخل من الباب وإليها انقاد وجعلها تسود عليه بدل أن يسود هو عليها. وصار ويقول لنا بعد ذلك، قال لأخيه هابيل: لنخرج إلى الحقل. قتل أخاه حسب التلمود، يقال أو نقرأ أنه قتله بحجر. طيب، قال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ مع الأسف سمعت أو شاهدت كلاما يعني يدل ربما على حسن نية ولكن أكيد على سوء فهم. كيف الله يسأل أين هابيل؟ ألا يعرف الله أين هابيل؟ وكيف يخاطب الله رجلا خاطئا؟ طيب، الله لا يستكبر على عباده، الله يكلم الخاطئ لا لكي يؤيد خطيئته بل لكي يعود عن غيه وعن ضلاله. أين هابيل أخوك؟ إذن الله هنا، الله يعرف أين هابيل، الله يعرف وهو بكل شيء عليم ما حصل لهابيل، الله يعرف موضع هابيل، وطبعا الله يستفسر مستاء مستنكرا محققا كما نحقق بعيدا منكم مع مجرم. قال الله له: ماذا صنعت؟ طبعا الله يعلم ما صنع قايين. هنا يقف النص، هنا يقف كما قلنا النص، وأنا أكلمكم أنظر هل هنالك أمور أخرى عفوا تحتاج إلى إيضاح. ننتقل إلى القسم الثاني من هذه الآية العاشرة من الفصل الرابع. إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض. بعد إذنكم دقيقة كي أجد النص بالعبري. قل دمي أخيك صعقيم إلي من هأدمة.
استغرب هنا الحخاميون بسبب اولا وجود دمي دماء بدل دم، ثم ان الفعل في الجمع صعاقيم بدل صعيق. قول يعني صوت، كان مفروض انه يكون صوت دماء اخيك، مفروض يكون يصرخ. هنا ماذا نجد؟ يصرخون صعاقيم او تصرخ، يعني جمع بدل المفرد. نجد في هذا السياق انه اقصد في النص نصا قرآنيا، ودائما هو في سورة المائدة، يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس يعني من غير ثأر لنفس، على أساس العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا ليس موجودا في التوراة، ولكن لنقرأن ما يلي في سندرين، في المشنا سندرين الفصل الرابع الفقرة الخامسة: خلق الله إنسانا واحدا فقط أي آدم ليعلمكم أن كل مهلك لنفس. طيب يعني ماذا يدخل أو كيف تدخل هذه الفكرة العظيمة في هذا النص من سفر التكوين، أو في هذا النص عن قتل الشقيق لشقيقه، خصوصا أننا في أول الإنسانية؟ طبعا كان هنالك بشر آخرون، هذا مهم جدا، كان هنالك إخوة وأخوات لقايين وهابيل من آدم وحواء، ولكن ليس كلهم أو ليس أحد منهم مذكورا في سفر التكوين، لأنه بعدها يقول قايين تزوج، تزوج من من؟ خصوصا بعد ما قتل أخوه. إذا الكتاب المقدس لا يقول لنا كل شيء، يركز الأضواء على شخصيات، على أحداث، وطبعا الهدف الرئيسي منها العبرة الروحية الدينية الأخلاقية، أو تفسير ظاهرة أو تفسير شريعة أو تفسير اسم وما إلى ذلك، في المحافظة على تقاليد الأقدمين. على هذا الأساس إذن سنعود إلى هذه الفكرة عندما نقرأ، التي تفسر تماما ما ورد في الآية 4: عقابي أشد، في الفصل الرابع آية 13 وتابع، قال قايين للرب: عقابي أشد من أن يطاق، ها قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أستتر، وأكون تائها شاردا في الأرض، فيكون أن كل من يجدني يقتلني. ولك مين يجده يقتله؟ ما هو ما فيش غير آدم وحواء، وكان في أخوه قتله، مين بده يقتله؟ أول شيء عمي صوت الضمير، أول شيء الخوف، دائما المجرم بعيدا منكم يبقى خائفا، حتى ولو بعد 100 سنة زي ما بيقولوا بالانجليزي in a million years. ولكن بعدين مين؟ زي ما قلنا في اخوته غير المذكورين، اخواته غير المذكورات، اولاد اخوته، اولاد خواته. فقال له الرب: لذلك كل من قتل قايين، نرجع لها بعدين بعد إذنكم. نعود إذن إلى موقف زي ما قلنا الحخام. إذن ماذا يفعل بعض الأفراد طبعا في العالم العربي؟
يقابل من دون ولا أي اعتبار لا علمي ولا منطقي مع الأسف ولا أدبي. أدبي أقصد الأنواع الأدبية، طبعا عندهم أخلاق سلامة خير الجميع أو البركة في الجميع. بيقول لك النص التوراة كذا القرآن كذا، طيب بين التوراة والقرآن ماذا نجد؟ نجد التقاليد، مش التقاليد، نجد التلمود. التلمود وهو تفسير حخامي ربابيني للتوراة، أحيانا تفسير دقيق، أحيانا تفسير خلينا نقول سليم، وأحيانا تفسير ملؤه الخيال الواسع. نجد تفسير الشرائع، كثير شرائع يمكن في عنها آية في التوراة وفي عنها مجلدات في التلمود، بين المشناة والجمارة غير الترجمين، ترجمين وهي ترجمات حرة، يعني حرة جدا للتوراة العبرية إلى اللغة الآرامية. عندنا إذن التلمود الأورشليمي، عفوا التلمود البابلي، التلمود الأورشليمي. إذن هذا كمرحلة مهمة من تاريخ الشعب العبري، واليوم كثير من العبرانيين إذا مش معظمهم في اليشيفات، اليشيفات يعني ما يقابل خلينا نقول الكتاب، يعني بيركزوا حتى أكثر على التلمود مما بيركزوا على التوراة. إذا في بعض أشياء هيك يلمح لها مثلا العهد الجديد، تكون مأخوذة من الترجمين. إذا زي ما قلنا في التوراة التلمود مشنا جمراء الترجمين، بعدين عندنا العهد الجديد، مش لازم ننسى وين راح، مش لازم، يجب ألا ننسى العهد الجديد الذي يفسر العهد القديم. عندنا نحن المسيحيين، ولا يجوز لأي إنسان أن يتجاهل خصوصا إذا كان مسلما العهد الجديد. اليهودي يرفض العهد الجديد برمته، يرفض الإسلام أيضا. ثم في القرن السابع الميلادي يأتي النص القرآني، وطبعا كل واحد على دينه، الله يعينه. وما لا أدري تماما التفسير الإسلامي للنص القرآني، لا إكراه في الدين. إذن نحن المسيحيين، نحن بخلاف اليهود نقبل الكتاب المقدس أيهون في عهديه القديم والجديد، ولكن تلاحظوا انه هو كتاب مقدس واحد، الجديد يفسر القديم، واحيانا القديم يفسر نفسه بنفسه. بخلاف اليهود نحن المسيحيين لا نعترف لا بالتلمود ولا بالترجمين. قلنا أن الحخامات بعضهم يمكن واحد منهم استغرب من وجود الجمع دمي أحيخة بدل دم أحيخة، دماء أخيك أو دماء شقيقك بدل دم شقيقك، وخصوصا الفعل صعاقيم، اليوم بيرفضوها صعاقيم، صعاقيم يصرخون. ليش الجمع؟ ليش الجمع في دمي وتصعقين دماء ويصرخون؟ فكر 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 فكر. هذا الحخام أو أكثر من واحد قالوا إنه لما أو فكروا هيك فسروها، طبعا التفسير هو بسيط جدا، التفسير هو إنه دم في العبري، مش غلط تقول عنها دم في المفرد، وداميم. ليش داميم؟ دماء
لانه الدم مش نقطه واحده زي النقطه اللي بتطلع من اصبعي هذا لما بنخسه كل يوم الصبح حتى افحص السكر، بيطلع نقطه دم، ولكن انا فيي دم. ان شاء الله كل انسان فيه دم. لما نقول عن الانسان انه بيستحي نقول احنا الفلسطينيين والاردنيين عنده دم، فيه دم. يعني فيي دم، كلنا فينا دم. شو يعني دم؟ نقدر نسميه دماء زي مايم. مايم ماء، حتى الصيغه مايم تدل على المثنى ماءان، كانه في ماء سماء وماء الارض. مايم شمايم، شمايم صيغه مثنى، صيغه مثنى. مسبرايم يعني ايش مسبرايم؟ يعني المقص، لانه في فرعين. اذا دماء اخيك فكروا، هذا هو السبب العلمي البسيط جدا، يعني مش علمي حتى، سبب من العقل السليم. شو فكروا في فذلكات الحخامات والربابينيين هذول؟ قال لك برضه فكرة حلوة، انه عندما قتل قائين شقيقه هابيل كأنه قتل كل النسل الذي كان مفروضا ان يولد من هذا الشقيق. هذا كلام منطقي جميل، ويخلص الحخام الى القوم او الحخامات اللي، وهذا دون في المشنا سندرين 4:5، ليعلمكم ان كل مهلك لنفس واحده من اسرائيل، هاي المشكله، لنفس واحده من اسرائيل محسوب في عرف الكتاب كانه اهلك عالما باكمله. وكل من يقيم أن يخلص نفسا واحدة من إسرائيل، من إسرائيل، فمحسوب في المكتوب يعني في الكتاب المقدس كأنه أنقذ عالما بأسره. طبعا نجد في هذا النص التلمودي، نجد الأهمية، الشأن الزائد لليهودي، اللي بقتل يهودي واحد كأنه قتل عالم كامل، عالم بملؤه. أما لو وثني، لو قتل واحد وثني ما بفرقش، ما وثني زيادة وثني ناقص، جوي زيادة جوي ناقص مش مهم. على فكرة يبدو أنه كلمة جوي أنه هو الوثني، جاي من شبيهة من كلمة جوفا، الجيفا يعني الفطيصة، بعيد منكم يعني الجثة. إذا ماذا؟ طبعا إذا أراد قوم أن يجدوا هنا هذا الرابط، فلا علاقة من نص سفر التكوين نفسه، ولكن التلمود في مشنا سندرين 4:5 يقول هذا الكلام. هلا لذلك فقال الرب، لذلك كل من قتل قائين فسبعة أضعاف يؤخذ بثأره منه. يعود الاعتراض، طيب ومين بده يقتله طالما ما فيش حدا؟ قلنا لك يا أخي إنه كان في بشر، ولكن الكتاب المقدس ليس لا كتاب تاريخ ولا كتاب إحصائيات ولا كتاب علم النفوس اللي يقول لك فلان ولد في يوم كذا وساعة كذا كمان، ومين أبوه ومين أمه، والبيضة من بعضها والدجاجة من جابها، زي ما نقول في لهجتنا المحلية. طيب وجعل الرب لقائين، لماذا كل من قتل قائين يؤخذ بثأره؟ ولماذا جعل الرب لقائين علامة لئلا يضربه كل من يجده؟ في ناس فهموها غلط، انه الله يطبطب على الخطيئة، الله
الله مش بس يغفر له ولكن يعني بمرئها. لا أبدا، الخطيئة خطيئة. أدرك قائن إجرامه، أدرك أن عقابه أشد، هاي قرأناها قبل شوي، أشد من أن يطاق. الله لا يستر هنا على المجرم، ولكن الله يترك. ما هو المبدأ الذي نستشفه من هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل؟ أن الله لا يريد أن يقتل أي إنسان، أي إنسان. يعني الثأر يجب أن يتم فقط على يد العدالة، الجهات الرسمية المكلفة بإجراء العدل، إما القضاء العشائري. لليوم عندنا في بلادنا القضاء العشائري العربي، إذن أو يعني سلطة مدنية، سلطة دينية. هذا ما نقرأه ونفهمه من كل العهد القديم، وبالذات من الأسفار الخمسة الأولى من الأسفار الخمسة الأولى للتوراة، أي للعهد القديم. طبعا ما هي العبرة؟ وهنالك من يقول أنه قصة قائن وهابيل خرافة. لا، إنها واقع، وواقع ما تم فقط مع الأسف مرة واحدة. كان يما كان في قديم الزمان واحد راح قتل أخوه. مع الأسف كل يوم نجد أمامنا، بديش أقول كل ساعة، ولا على الأقل كل يوم نجد أمامنا في كل زمان ومكان قائن يقتل هابيل، الأخ يقتل أخاه. مش بس الأخ، حتى الشقيق، نفس أولاد نفس الأب ونفس الأم، مرات بقتلوا بعض عشان بيت، عشان أرض، عشان مرأة، عشان ولد، عشان مصاري. ولكن كلما يقتل إنسان إنسانا، هذا هو قائن وهذا هو هابيل. إذن العبرة طبعا رأينا كل هذه الأمور، ولا حاجة لإعادتها. نستنتج أنه السيد المسيح، يعني تفسيرنا للعهد القديم، يأتي لا من تفلسفنا نحن، بل انطلاقا من النصوص الأصلية. أيضا طبعا نجد في العهد الجديد التفسير والتلميح. وماذا نلاحظ هنا؟ أريد أن أقدم في نهاية هذا الحديث ملحوظة مهمة جدا لنا نحن المسيحيين، على الأقل مع الاحترام لسائر إخوتنا في الإنسانية. العهد الجديد يلمح تلميحا بعيدا إلى بعض شخصيات وأحداث، يعني حوادث من العهد القديم. لا السيد المسيح، أي العهد القديم وهي العهد، لا السيد المسيح ولا الرسل ما وجدوا ضرورة أن يعيدوا سرد، يعني سرد، نعم، ما ورد في العهد القديم. بلمح السيد المسيح إلى مثلا إبراهيم، إسحاق، يعقوب،
داود، سليمان طبعا، آدم، القديس بولس طبعا بيعمل مقابلة بين المسيح وآدم أو آدم والمسيح. إذا لماذا؟ لأنه لم تكن هنالك ضرورة، في على الأقل سببين، لم تكن ضرورة أن يعاد في العهد الجديد كل ما ورد من سرد ناراتيفز يعني في العهد القديم، لأنه الشعب العبري كان على اطلاع على العهد القديم، وزيادة على العهد القديم الشعب العبري كان عنده كما قلنا وما يزال التلمود والترجمين. التلمود في قسميه المعنويين، الهجدة يعني السرد أو الروايات، والهلخة يعني الشرائع. سيد المسيح إذن ماذا يأخذ من السرد؟ يأخذ الزبدة، الخلاصة، المهم زي ما نقول في اللغة العامية، المهم، العبرة، وإذا فيها نبوة عن السيد المسيح. أما النبوات يعني ما ورد في العهد القديم من نبوات، فنجد تفصيل تتميمه في العهد الجديد، وخصوصا في الإنجيل كما ألهمه الله وأوحى به إلى البشير لاوي أي متى. يعني حدث هذا ليتم ما قيل في أشعياء أن العذراء تحبل وتلد. هناك ما يقارب 300 نبوة في العهد القديم عن السيد المسيح، وأحيانا عن يهوذا أو الكنيسة أو ما إلى ذلك. العهد الجديد إذن يأخذ الحاضر من سرد ما يسرده الماضي، إذن عفوا يأخذ الماضي من الماضي، يأخذ ما يسرده، يلمح إليه تلميحا، يأخذ منه العبرة ويبين منه النبوة، يأخذ النبوات ويفسر بتفصيل تتميمها أي إنجازها في السيد المسيح وفي سائر العهد الجديد. وإذا العهد الجديد يتطلع إلى الحاضر، يروي لنا الحاضر، حاضر يسوع أي السيد المسيح والرسل أي الحواريين والتلاميذ، كذلك أعمال الرسل بعدين بحكي لنا أكثر عن الرسل والتلاميذ والرسائل، والمستقبل، نبوات من السيد المسيح أيضا عن المستقبل. هذا ما أردنا أن نقوله لكم في هذا الحديث عن سفر التكوين الفصل الرابع، قائين وهابيل. ودقيقة واحدة من وقتكم.